خير ان شاء الله، وراك مبسوط كذا؟ لا بس انت متاخر اليوم. طيب اذا تاخرت ترى كلها 7 دقائق، يعني شو المشكله؟ اي بس تعرف اذا تاخر مديرك تحس انك ماسك على شيء ولا يقدر يدقق بعدين. طيب ورا ما تمسك شيء على القيمه، تزوير كذا، قضيه اخلاقيه، يعني عشان تحس انك ماسك شيء يستاهل يعني. خلنا انبسط يا اخي. اذا انبسط انبسط وانت ترجع هذه مكانها. لا لا نعم. استني كم تاخرت من دقيقه؟ استهبل انت. استني كم تاخرت من دقيقه؟ راجع لك. معليش استاذ فيصل تاخرت عليك. استهبل انت. لا تستهبل، ايش ترى عليكم؟ ايش راي تاخر؟ انهبلتوا انتم. ايش علي انا اللي اقول لك اصلا اني متاخر ولا شيء؟ جيب الكلام النفسي دائما. الو، انا ابو مرضي. مظبوط، انا مقدم عندكم على وظيفه، اجيكم هسه، انا لابس وجاهزها. شو تقييم؟ لشو هذا؟ ضروري. طيب الله يحييه يجي يقيم. وانت الليله ماشي الليله، اهلا وسهلا. ما جبت كرتون يا اخوي، ترى بالارخص. فيها ببارد ترى انا هجوله. نسيت فصفص. فين ابو الشباب؟ لا تجيبه بريال، جيب الكبير. ها ولا تقول بعده ببارد. تقييمك هالسنة بنعطيك 5 من 10. كل سنة تعطيني 5، طيب بس أنا حاول تغير، ترى تعطيني 8، حتى كتابتها سهلة ترى. مي بسهل من الصفر. أي صح. طيب 6. وليش 6 إن شاء الله؟ لأني مسوي لك شاهي. والله الشاهي يستاهل 6، بس أنت ما تستاهل. شلون ترشي مديرك؟ امسك. يلا 5 عشاني. عمر 5. هات الشاهي. ولا تجيب لي بسكوت. تشتريه. تعال سعيد. جاهز التقييم اليوم؟ والله يا ليت بس تأجل تقييمي شوي لاني ما استعديت. ليش؟ بتاخذ الاسئله من اللي قبلك هذه؟ لا باخذ الاجوبه. حبيبي امسك. هذا تقييم مو باختبار. 5. يلا. على شغلك. عصام تعال. سب امسك. تقييمك السنه هذه 3 انت. ليه استاذ فيصل؟ اتمشى في السوق ومعك لوحه مفاتيح. هذه حقت زبون قاعد ينتظرها هناك. وبنقص نقطه لانك متاخر اليوم بعد. يا استاذ فيصل كلها 7 دقائق، حرام عليك. بنقص نقطتين زياده لانك ما تفرق بين المزح والجد. ها؟ الحين ما فهمت. امزح معك. 5 5 لك. يلا اسمع، دخلي المعلومات هذه وارسل لي ايميل، اوكي؟ ابشر ابشر. ما حد ينبسط في التقييم اللي انا ولا ايش؟ يا حبيبي مو شرط انك حصلتها برا اقدر ارجعها لك، العرض حقنا لا يسري على ادوات الاستحمام. بس هذه ليفه. يا اخوي ادري انها ليفه، والليفه وش هي؟ فرشاه اسنان؟ تفضل اخوي ما اقدر اخدمك، اسف. محمل بيتكم. جاهز التقييم؟ وانت يا اخوي للحين فرحان في التقييم؟ وليش ما انبسط؟ مدير وخلني استمتع.
استمتع ليش؟ ترى كل اللي تعطينا اياه خمسة. طيب وش فيها الخمسة؟ خمسة رقم جميل، اللي فوقه يثير التساؤلات واللي تحته يثير الملاحظات، يعني هو جاي في النص بعيد عن الشبهات. سلام. في واحد جايب ليفة و لا وليفة بعصا بعد. وش سالفته؟ سالفة طويلة يا رجال. امشي امشي، ما عليك ما عليك. لو اشتريها منك تذلف. هي بتسعة، هذه عشرة، ما بريالك، عطى لعيالك.